فاشن كاليتي لشركة دينا أم. الدور ديالي في دينا انفو هو وضع حيز تطبيق اون ديمارش كاليتي طبقا لمعايير الجوده ايزو 9001 واللي هي عباره عن مجموعه من الاجراءات التنسيقيه التابعه للمنظمه العالميه لتسيير الجوده لهدف واحد هو الاستجابه للتوجهات الاستراتيجيه للشركه ديالنا واللي هي ارضاء الزبون. Le service qualité de Dina Info هو عبارة عن حلقة وصل ما بين الزبون والشركة بمختلف الخدمات ديالها، وذلك من خلال الاستماع للاقتراحات والملاحظات وكذلك المتطلبات الفورية للزبون اللي كنقدروا نتوصلوا بهم سواء عن طريق مكالمة هاتفية، رسالة نصية أو بريد إلكتروني. بعد ما كنتوصلوا متطلبات الزبون كنقوموا بالدراسة الفورية مع الخدمة المعنية بالأمر من أجل إيجاد حل فوري مرضي للزبون ديالنا. الهدف ديال سيرفيس كاليتي هو إرضاء زبنائنا وضمان تحسين مستمر لجودة خدماتنا ومنتوجاتنا. الهدف الأسمى ديال دينا انفو بمختلف خدماتها هو إرضائكم، اقتراحاتكم، ملاحظاتكم أو حتى شكاياتكم هي سبيل لتطوير جودة خدماتنا، فشكرا على ثقتكم.